illerde var arayıp bulamam. صباح الخير. صباح النور. يلا تعا. في هون كتير شغلات. جاي حدا؟ لا، ما في حدا غيرنا عمر. يا ترى انت كيف بتحب البيض؟ كيف يعني؟ يعني قصدي مع البندورة ولا عجة ولا مسلوق؟ ما بتفرق ابدا. جيلان اعملي مثل ما انا بحبه. ماشي حبيبتي. يلا خلينا نبلش فورا ولا منتأخر على المدرسة. بس تياب المدرسة مو معي. بلا ما اروح على المدرسة. لا شو هالحكي عمر، بلا تخبيص. رح تغيب عن المدرسة بس مشان التياب؟ ما بيصير هالشي، أنا بحلها، لا تشغل بالك. كيف يعني؟ يلا هلا خلينا ناكل وبعدين منطلع فورا. يا ترى أنت بدك شي تاني؟ لا شكرا. لا تخجل أبدا، يلا كل من هدول لشوف. خدي أختي. طيب ليش ما في جبنة إلكم؟ كان في، بس نحنا أكلناهن لما كنتي عم تلبسي ثيابك. إيه أكيد، بطلعي عم نشرب الشاي ونحنا مبسوطين. أخي عمر كيف رح يروح على المدرسة؟ ثياب المدرسة هون. والله ما بعرف آسيا، أنت حطيهم بالشنتاي وبتعطيهن لما تشوفي. صباح الخير يا حلوين. صباح النور يا شباب. تفضل أخي، أمي بعتت لك ياهن من الضيعة. صحتين وهنا. الله يسلم إيديها. خدي آسيا. شكرا أخي مظلوم. العفو، إن شاء الله صحتين وهنا آسيا. خير إن شاء الله. أنت شو جابك لعنا بهالوقت؟ مو لازم تكون بالشغل؟ لا تسألني، مو شركتنا عم بتخفف موظفينا، وأنا مو جديد بالشركة، ففورا قطعوا رواتب الأشخاص الجداد. عكل مو مشكلة، أنا بلاقي شغلة تاني. والله جد؟ لكن فورا استغنوا عنك؟ إيه والله يا أخي. هذا مربى؟ ايه حبيبتي، هذا مربى فريز ورح تاكليه كله لحالك. يا سلام. اوجان، شبك مانك على بعضك؟ مانك نايم منيح؟ نمت شوي بس القصة مو هيك. ما بعرف شلون بدي روح على المدرسة وكون بنفس المكان مع الواطي بيرك. لازم نسيطر على اعصابنا. ايه سهلة كتير. بدك تقنعني انك رح تتمالك اعصابك؟ لما بيرك يجي يوقف قدامنا ويصير يتباهى، رح تتحمل انك توقف قدامه بدون ما تضربه وتكسره؟ ايه رح اعملها، رح اتمالك اعصابي من شان ما اخسر شغلي واخواتي ما يخسروا المدرسة. وبعدين اعطيت وعد لعمي. يلا انت اقعد وكمل فطورك، منحكي بعدين. بتشكرك مرة تانية. لا العفو، لحقني لبرا بسرعة. آسيا أنا عم بستناكي برا، تمام؟ لا تتأخري. أخي قدير بشوفك بعدين. فصعونة، باي. تعال تعال لعندي لشوف. نعم أخي. مين هادي اللي اسمه بيرك؟ هو واحد وسخ من مدرستنا. مو في واحد هجم على أولاد عمي وكسر لهم عرباية الرز وخلى أبي يفوت على المشفى؟ هذا هو الواطي. وطبعا قدير ما بيقدر يحاسبه على وساخته ومشان شغله ومشان منحة اخواته كمان، مو هيك؟ مزبوط اخي. بما انه قدير ايديه مربطين، انا رح روح واتعرف على هالولد، ماشي؟ وبعدين بتشوفوا شو رح ساوي فيه. والله يا اخي هالفكرة رائعة وبتستاهل عليها 500 لايك. اوجان وقف، رح روح اليوم على المدرسة تمام؟ بدلني على هداك الولد. ايه طبعا بدلك عليه، انت بس روح على المدرسة. قسما بالله انت رجال قبضاي. حاجتك بقى بعد عني، انا ما بحب هاي الحركات يا اخي. معناتها رح روح خلي ابك تستعجل شوي، بتعرف البنات بيطولوا قدام. تمام يلا يلا بس رح يوصل. ماشي يلا روح بسرعه. لك خلاص اوجان بعد عني، يلا روح لشوف ابك. يلا طلعي بسرعه. اول حصه بالصف ولا بالمخبر؟ ما بعرف، لحظه لشوف البرنامج. آه
آسيا؟ معناتها ما راحوا. مين ولوين ما راحوا؟ طلعي آسيا والبقية على أساس يروحوا على أديامان بس ضلوا هون. لهذا السبب قدير انفصل عني؟ كيف؟ أنت وقدير انفصلتوا؟ جود مورنينج شباب. والله ميت جود مورنينج يا ميت. أهلين وسهلين. دوروك أنت آكل ضربة على رأسك ولا شو؟ حتى أمي ما بتنبسط كل هالقد لما تشوفني. نلتقي بالصف يا بنات، أنا لازم روح. ماشي دوروك. انتوا سبقوني، لازم جيب كتاب من المكتبة باخده وبلحقكم. ماشي نحن بالصف. تعالي معي. دروك شو عم تساوي؟ يا ترى عم احلم ولا حقيقي اللي عم شوفه؟ ماني مصدق انكم ما رحتوا، ماني مصدق بنوب. وانت نفدت ما رح تطلع بالطيارة. ايه وهذا الشي رح يعطيني سعادة. آسيا انا بدي عانقك، يعني بقدر عانقك؟ بعتقد نحن صرنا حبيبين مو هيك؟ وبتمنى اني ما اكون غلطان. مو انا اعلنت لك عن حبي الك باخر لقاء لنا؟ ولا نحن مو هيك؟ يا ترى انا وين غلطت؟ صار الموضوع فجأة مو هيك؟ أنا استعجلت لهيك ما عجبك. أنا تغابيت مرة تانية، بس مو مشكلة. تعرفي شو منساوي؟ المسا منطلع سوا وبعبر لك عن مشاعري مرة تانية. ها؟ الموضوع مو هيك أبدا. طيب شو لك؟ أنا لسه ما بعرفك منيح دوروك وما فيني أوثق فيك. بس بتعرفي إني شخص منيح مو هيك؟ أكيد بتتذكر لما بلشت بالوظيفة معك أنت قلت إنه الخير شي سخيف ودايماً الأشخاص المناح والطيبين بيخسروا. بس أنا حكيت هيك قدامك مشان بين ماني مهتم، يعني فيك تقولي شوية غرور؟ أنا ما قصدي هيك أبداً. شو الشي السيء اللي شفتيه مني؟ دوروك ساويت كتير شغلات سيئة، شو بدي أعدلك؟ معك حق آسيا، أول ما أجيتوا على مدرستنا أنا ضغطت عليكم كتير وجرحتكم. أي كتير. مو مشكلة بتغير، حتى أنا رح أتغير من هاللحظة هي، ومن اليوم ورايح رح ورجيكي أنت والكل أني تغيرت، بوعدك بهذا الشي. ممكن تثقي فيني وقتها؟ لك شو هذا يا؟ بأول دقيقة شو هالمصيبة يلي إجتني؟ عفوا أخي دروك، طمني يا أخي إن شاء الله ما صار لك شي. لا ما صار لي أي شي. كتير منيح، خلينا نلم هالكتب قبل ما حدا يدعس عليهم. مساك لشوف. من هلا ورايح يا ريت تنتبه وانت عم تركض بالممرات، ماشي يا حبيبي؟ ماشي يا اخي. بلشت مرحلة التغير، رح تظهر نسخة جديدة من دوروك أتاكول. آه إيبك أنت كيفك اليوم؟ الحمد لله باينتك منيحة، شوفك. آسيا ماني مصدقة أي اللي عم بيصير، أكيد هذا الولد صايبه شي. قبل شوي سألني عن حالي وحاول يلطف جو، أنت شفتيه؟ أنت حطيتي شي على خدودك اليوم؟ لا شو خطر عبالك إبك؟ ما بعرف بس كأنه لونه مو مثل العادة.
عمر اجى على المدرسة شي؟ ما بعرف وأنا ما شفته بنور. على كل إن أنا رايحة على الكافيتيريا. انبسطت كتير قدير، والشاب التاني ترك الشغل والكافيتيريا مسكرة، ما قدرت تدبر حدا فورا. منيح اللي رجعت. بالمناسبة كيفه عمك؟ الحمد لله المسكين رجع من الموت، لازم راحة كم يوم كمان، رح يتصل فيك. ايه اكيد ما في مشكلة. وبيرك اجى على المدرسة اليوم، بعتقد انكم وصلتوا لاتفاق. ايه صحيح هيك صار. حلو، انبسطت بهالشي. معناتها أنا رح أرجع شغلي، يعطيك العافية. وأنت كمان قدير. لكن أنت ما رح؟ إيه؟ ما رحت. انت بدك قهوة؟ ايه انا بدي قهوة. بصراحة ما عم بقدر امنع حالي من اني ضل مبتسمة. انا كتير انبسطت لانك ضليت هون يا قدير، ورح شوفك دايما. ممكن تشربني قهوة هلا؟ مثل ما انك شايفة، بس لحتى جهز المكان بالاول. طبعا انت اهتم بشغلك، عم بستنى. بدي أسألك. أنت سألي بالأول. ماشي. أنت وسوسن ليش انفصلتوا قدير؟ بعتقد إنه ما كنا مناسبين لبعض. إيه صحيح، أنتوا ما نكون مناسبين لبعض، علاقتكم سخيفة. وبعدين أنت، قصدي إنه أنا بصراحة زعلت لأني ما بتمنى اثنين حبيبين ينفصلوا، وانقهرت كتير، زعلت. ماشي، بس ممكن ما تكذبي؟ قدير لو سمحت ممكن ما تخجلني هيك. عن شو كان بدك تسألني؟ عائشة، البنت اللي رجعت على المدرسة، شو وضعها؟ أو شو وضع عائلتها؟ ما فهمت، من وين بتعرفها لحتى تسأل عنها؟ ما بعرفها، بس عمر ضل عندها مبارح ونحن تخانقنا شوي. ها اوكي. امه وابوها بيعيشوا اغلب ايامهم ببورصة، وفي عندهم اخت حلوة مهضومة بتعيش معها هون. لما مرضت امه لعائشة ضلت معها شهرين ببورصة وغابت عن المدرسة، بس نحن وهي صار لنا سنين اصدقاء، يعني لا تخاف ما رح تسبب له مشاكل. قديش مقاسك عمر؟ والله ما بعرف، مرت عمي اشترت لنا تياب المدرسة. لا تشغل بالك ابدا، انا بعطيك تياب مناسبة لك. ومنشتري لك بوت كمان، يا ترى قديش مقاس رجلك؟ عائشة، انا وافقت تشتري لي تياب المدرسة، بس لا تبالغي اكتر. رجاء انت لا تبالغ ولا تتحسس بخصوص هالموضوع، انا بس حابة انه اشتري هدية عيد ميلاد لرفيقي، وين الغلط؟ بعدين القصة مو مستاهلة انك تخجلني. أنا ما بدي إياكي تزعلي ولا تتضايقي. لكن ساوي اللي بقوله ولا تعارض. أنت لازمك جاكيت، يلا تعال نجيبه. باينتك عنيدة كتير. يس أنا عنيدة كتير. شوف هذا البوت حلو كتير. حلو كتير. الموديل والألوان حلوين. دقيقة، أنت لازمك شنطة كمان. يعني ما رح يصير غير اللي بدك إياه. إيه بالضبط. بس شو رأيك نستعجل مشان نلحق الحصة الثانية على القليلة؟ أنا بظن إنه هدول التياب بيجوا على مقاسك. صباح الخير عاكف بيك. عاكف بيك، لو سمحت ممكن أخذ من وقتك دقيقة، أنا بدي أقول لك شي. ما عندي وقت، يا ريت تستعجلي شوي. بيرك يلي ضرب الأولاد، لما راح عمر وغير إفادته أطلقوا سراحه، وهو إجا على بيتنا مبارح بالليل وتخانق مع الأولاد. شو هذا يلي عم تحكي؟ يا ربي هالولد ما بيعرف يقعد عاقل،
نبهته كتير وقلت له لا عاد تعمل مشاكل. والله ما بفهم ليش هالولاد ما بيسمعوا الكلمة أبدا. معك حق عاكف بيك، ومثل ما بتعرف اليوم عندهم مدرسة وابني أوجان مراهق وهو عصبي شوي، خايفة إنه هداك الولد يحكي معه شي كلمة ويتخانقوا كمان. شي نقول خانم، بتعرفي إنه بسبب مشاكل الولاد ما عاد قدرت اشتغل بالشركة ولا لاحق أموري؟ على فكرة ممكن تفلس الشركة، مشان الله بيكفي ما عاد فيني اتحمل أكتر. طيب تمام، أنا بحلها لا تقلقي. لحظة، لسه في شغلة صغيرة أخيرة. شي نقول خانم، بصراحة أنا صرت خاف منك ومن الشي اللي راح تقوليه من كل مصايبكن. قولي. هداك اليوم مو عطيت عمر ظرف فيه مصاري؟ وقدير تخانق معه مشانهم، وعندهم اختهم الصغيرة أمل لما شافتهم عم يتخانقوا، طبعا هي بنص عقل، زتت الظرف بالنار مشان ما يتخانقوا اخواتها مع بعضهم. شو؟ انت شو يلي عم بتقولي؟ المصاري اللي بالظرف احترقت وصارت صفوة. كل المصاري؟ ايه لك انا رح اجن قسما بالله رح اجن. طلع شي نقول خانم، بعد هلأ ما عاد تاخدوا مني اي شي، وشو ما صار ما عاد إلي علاقة فيكن. لا أنا مو قصدي أبدا مشان المصاري، حكيت لك ليكون عندك علم بس. منيح صار عندي علم، يلا بخاطرك لكن. تضرب شو كحتي؟ شو رح تخسر يعني؟ كنت أعطيني شوي. كيف الدراسة؟ يعني ماشي حالة مو كتير. اجا عديم الشرف ليك وراك. يا لطيف شو هالمغرور، طلع شلون عم يمشي مو شايف اي حدا حواليه. بكل الاحوال بتشوف انا شو رح ساوي فيه، انت استناني هون تمام؟ طبعا اخي انا رح استناك، ورجيني شو رح تساوي فيه. انا واقف هون. شو عم يصير هون؟ بعد من وشي. مين انت ولك؟ شو بدك مني؟ طلع فيني ولك، طلع بعيوني منيح، طلع بهالعيون منيح واصحك تنساهن، لأنه رح يضلوا يراقبوك دائما. قدير بيكون قلبي وروحي، وإخواته بيكونوا إخواتي كمان إذا تتواسخ معهن. قسما بالله لكسر لك عظامك، فهمت ولك؟ الظاهر قدير خاف وبعتك إلك ها؟ ولك غبي، مين انت اللي يخاف قدير منك؟ هو بيقدر انه يعجنك بايديه، بس سكت مشان شغله ومشان دراسة اخواته. بس انا ما عندي اي شيء اخسره بهالدنيا، فهمت؟ انا لحالي وفيني كسر لك راسك واحرقك، فهمت علي ولك؟ خلاص اتركني. فهمت؟ ورجيني ورجيني. اوه ما فهمت ما فهمت، واضح انك ما فهمت وانا ما اقتنعت. خبروني انه عندك حركة حلوة كتير وانا حابب اني جربها، بس طبعا بعد اذنك انا بدي جربها عليك. شو عم تساوي؟ امشي. لا لا تعمل هيك، حرك بكفي. حط راسك جواتها. شو حاسس هلا؟ اتركني، لا تساوي هيك، ما عاد تتعرض لهم مرة تانية، فهمت علي؟ خلص مثل ما بدك، فهمت؟ اتركني. بنصحك تضل عاقل، اذا بتعمل اي شيء بكسر لك عظامك. ماشي بعيد عني. انت فهمت؟ اه جاوبني. فهمت كثير منيح. يلا انقلع. انت منيح برك؟ لا تكون خفت، شبك يا مدلال؟ يقطع عمرك. اخي انت شو ساويت له؟ كأنه مثل القطة اللي طلعت من الحمام. شو حطيت له راسه بتواليت؟ اوعى تكون ما عملتها. لا تتدخل، هالشي بيني وبينه وبس. خلاص وصلتني الرسالة، يا ريت لو انك ضربته شي كفين ثلاثة كمان. مو مستاهلة اساسا، تمنيت يقاوم بس ضل واقف بالزاوية ومن خوفه ما سوى اي شيء. يعني انتقامي ضل ناقص. شو ساويت له بالضبط؟ يا ريت لو صورت. أوجان امشي وحاجة تخبيص. يلا تأخر كتير، كان المفروض يكون اجا. منتصل فيه؟ رح يبلش الدرس، منتصل بالاستراحة. انت ليش كتير مبسوط؟
طبعا أنا كتير مبسوط، قبل شوي صارت شغلة حلوة كتير، وحتى بكل حياتي ما حسيت بهي السعادة. دخيلك يا ربي شو عم بيصير؟ الكل صايرين غريبين. اجا الكلب الوسخ. بيرك شوفي شو الحالة؟ ما في شي. شو يا قطة؟ شو صاير معك؟ ليكون في حدا عضك؟ أنا بنصحك تنتبه منيح. شو صاير؟ خلص شبك دوروك، طول الوقت عم تسألني، قلت لك مو صاير شي. تمام اهدى ولا تعصب يا بطل. صباح الخير يا شباب. صباح الخير. تفضلوا عدو. بدي أحكي لكم شي مهم قبل ما تبلشوا الدرس. بتعرفوا كل سنة بنختار مدرسة لنقدم لها مساعدة، ونحن بهي السنة اخترنا مدرسة الأخوة وهي بحاجة لبناء مكتبة، فمين بيتطوع ليلم المساعدة؟ أنا بعملها أستاذ. الظاهر طيبة ميليسا وحنيتا فاتت لقلب دوروك. شفتوا شلون رفع ايده اسرع مني؟ لازم تجمع التبرعات بفتره قصيره، فيك تساويها؟ خلاص اعتبرها انحلت، انا بساويها. طالما هيك عم تقول فتعال لعندي بالاستراحه مشان نحكي. تمام استاذ، انا رح اجي لعندك لنتناقش بموضوع التبرعات. يا ترى عليك شي حراره؟ مريض؟ ليش هالحكي هاد؟ عم قدم معروف لاول مره. صحيح لأول مرة. كتير منيح، تعودي، من بعد هلأ رح يكون لقبي أبو الخير. أنا عم أقول لحالي معقول يكونوا الفضائيين استولوا على جسمه من جوا وعم يتحكموا فيه لحتى عم يتصرف بهالطريقة؟ لأنه حسب يلي عم يساوي هذا التفسير المنطقي. يا رادا راتي شو شي اللي لقطوه هلا؟ مرحبا أخي، يعطيك العافية، أنت رجعت على الشغل؟ يلا صب لي كاس شاي لشوف. لسه ما تخمر الشاي. ايه طيب مو مشكلة، يسلموا. خير أنت شو عم تساوي هون؟ الحقيقة بتعرف أنا صفيت بدون شغل وكنت مارق من قدام هالمدرسة، فقلت لحالي لمر وشوف وشك الحلو واطمن عليك مو أكتر. مظلوم؟ شو بدي قلك؟ مو كان في واحد عم يشتغل هون؟ ايه ترك الشغل وعم يدوروا على حدا بداله. احكي من شانك؟ عن جد؟ ايه انت متأكد أخي؟ ايه والله قدير، أنا بكون ممنونك كتير إذا بتزبط هالشغل. تمام، لكن استنى خبر مني. طيب لكان بخاطرك. مظلوم؟ نعم أخي. صرفنا كل شي بعد المشكلة اللي صارت، ممكن تعطيني مصاري إذا معك؟ أي يمكن معي شي 200. تفضل أخي قديش بدك؟ أي 100 بتكفي. أي خود تكرم. تسلم إيديك يا أخي. طيب يلا خبرني لكان، يلا باي، يعطيك العافية. هاريكا أنت شو رأيك بالموضوع؟ دروك تعال عندي مشان نحكي بحملة التبرعات. ماشي استاذ فورا، انا بحب اعمل الخير وبوعدك هي رح تكون اكبر حملة تبرعات بالدنيا. شو الموضوع؟ اي موضوع؟ شو عم يصير؟ شو قصدك اوجان؟ ما بعرف بس كأنه قبل شوي شفت شرارة. أنا شفت حدا عم ياخد ويعطي طاقة كهربائية، شفتيه كمان؟ أوف. ممكن تحكي بوضوح؟ آسيا شوفي بينك وبين دوروك. شو النظرات يلي بيناتكم؟ لا ما في لا نظرات ولا شي،
عفوان؟ ما عم بفهم انت عن شو عم تحكي اوجان؟ خدي خدي احكي بهي بسمعك منيح، لا تسكتي. على مين عم تكذبي؟ اوجان بحكي لك بس ما بتخبر حدا، اتفقنا؟ اتفقنا. دوروك قال انه معجب فيني وهلأ عم يحاول يثبت انه شخص منيح مشان اوثق فيه. يا عيني شو هالاخبار يلي عم بسمعها؟ بس اصحك تجيب سيرة لأي حدا وإلا بزعل منك. بوعدك مستحيل احكي لأي حدا طالما شفتك مبسوطة بكفي. الظاهر قربت لقيامة، النار عم تشعل حوالي وانا ما عندي علم. خلص لا تخجلي، ليش انت فورا؟ عسيار شو صاير لعمر؟ كمان لابس ثياب جديدة بس شكله كتير متغير. مرحبا أنا عائشة. أهلين. آسيا أختي التوم. تشرفنا. أهلين فيك يا عائشة، أنا بكون ابن عمه لعمر. أنا كنت موجود كمان وقت الطابة. مزبوط، يعني معقولة إنساك بهالسرعة؟ إيه أنا رح فوت على الصف، يلا بشوفكم بعدين. شوفك. رح تضلي تطلعي هيك؟ من وين كل هالغراض؟ هدول؟ عائشة اشترتهم هدية من شان عيد ميلادي. ما رح تحكي معي؟ لا بحكي معك. ليش ما عم تطلع بوشي؟ لأنه راسي متخربت ابن عمي وعم حاول خليه متوازن. أكيد ما رح أنسى أنك أخذت مصاري من الرجال اللي ضرب أبي. بعتقد طبيعي أني اتضايق منك، لازم تصبر شوي. آسيا أنا رايح على الكافيتيريا بشوفك بعدين. أوجان وإيباك كتير اتضايقوا من يلي ساويته، مثلنا كلنا. ليش ما حدا عم يفهم أنه أنا ساويت هيك من شاننا كلنا؟ تمام؟ يا ريت لو حضرتك سألتنا عن رأينا قبل وما أخذت هالقرارات السخيفة من حالك وبكل أنانية. على كل منحكي بعدين آسيا. رجع على البيت المساء ومنحكي كلياتنا. ما رح أرجع على البيت، رح ضل عند عائشة. بدك تضلك ببيت البنت اللي ما صار لك يومين بتعرفها؟ أنا أخذت قراري وحكيت كلمتي. يمكن أخي قدير ما بيوثق فيني، بس من هلأ ورايح رح دبر أموري بنفسي، فهمتي؟ رح أشتغل ورح أكسب مصاري وبعدين رح أنقذ الكل من هالجحيم هاد، فهمتي آسيا؟ أنت مين رح تنقذ عمر؟ أنا منيحة كتير ومبسوطة لأني عايشة مع أخواتي. بعدين لا تبالغ، ما لنا عايشين حياة سيئة لهالدرجة، هي فترة صعبة وبتمرق. أنت عم تضحكي على حالك، أنت كتير عاطفية. بتعرفي شو الشي اللي نحن بحاجته؟ آه؟ أنا بعرف، المصاري، المصاري وبس. إذا خلصتي تحقيقاتك عن إذنك. حضرة المدير؟ تعال يلا فوت لجوه وسكر الباب. ابني شو هذا يلي عم بتساوي؟ كيف بتطلع من الحبس وفوراً بتروح بتخانق الأولاد ببيتهم؟ شو هي مشكلتك؟ يلا أحكي لشوف. شكلك حتعطيني محاضرة بالأخلاق. لا محاضرة ولا شي تاني، أنا رجال كتير متفهم، بس لو ابني اللي عمل عملتك لكنت كسرت له راسه. شو بساوي؟ بتحب اتصل بأبوك؟ لا 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 تتصل. أنت عن جد غريب كتير، بتخاف من أبوك وما بدك تقعد عائل. على أساس هنن عم يعدوا عائلين؟ قدير بعت لي واحد من زعرانه، ها
هددني وكان حيحط لي راسي بتواليت، بس مثل ما فهمت انت استسلمت وسكت على عمايلهم. برافو عليك عمي عاكف. لا ابني، بالنسبة لألي مليت وقرفت من مشاكلكم، فهمت علي؟ طلع فيني. عمر أخذ المصاري وسحب الشكوى ضدك وانت طلعت من الحبس، يعني انت اللي ربحت، فهمت علي؟ يا ابني انت وصلت للي بدك اياه، ليش لساتك عم تعمل مشاكل؟ انا بس حبيت فهمهم شو قيمتهم قدامي. لك استغفر الله، كتير منيح، برافو عليك. طلع فيني بيرك، اصحك تساوي هيك شي مرة تانية، لاني وقتها رح كون مجبور اتصل بابوك. هدول الولاد عنيدين وقلبهم قوي كتير، فهمت علي؟ اذا وقعت بمشكلة جديدة يمكن ما نقدر نحلها ابدا. تمام، فهمت عمي عاكف. تعال حضرت المدير، تعال لنشوف المصاريف اللي لازم ندفعها. تفضل. المبلغ قليل عاكف بيك، وما رح أخذ من وقتك كتير. إن شاء الله. أخي إجا عمر. طمنيني هو بخير؟ إيه هو بخير، ما تقلق، إجا مع عائشة. كيف شفتيها للبنت؟ ما بعرف، بس إجت وتعرفت علي بكل ود. طيب عمر مو لابس تياب المدرسة، ما بيسمحوا له يضل بتيابه العادية، شو عمل؟ لا، البنت اشترت له تياب جديدة وبوت كمان، قال مشان عيد ميلاده. شو عم يساوي هالولد؟ وقفي لحطها هيون، طلعي فيني. خدي هدول، خلي 50 معك واعطي عمر 50، ماشي؟ أنا بعرف إنه ما معه مصاري. طيب ماشي أخي، رح أوصل هالطلب وأرجع. شوفك حبيبتي. يعطيك العافية. أهلين يا عمر. مرحبا عاكف بيك. كيفك ابني؟ شو سويتوا بالمصاري؟ إن شاء الله حطيتوهم بمكان آمن. اشتروا ذهب بقسم منهم مثل ما عمل لك، الذهب رح يرتفع. أنا عندي علم بكل شي صار، مرت عمك حكت لي، لكن حرقتوا كل المصاري؟ ايه والله للأسف هيك صار. للأسف؟ والله أنا ما عم بقدر صدقكم أبدا. طلع عمر، بصراحة أنت ما بتشبه البقية بنوب، أنا شايف فيك ضوء أمل، يعني الكرامة والكبرياء شي حلو، بس صدقني ما بيطعموا خبز. وإذا أنت ضليت ماشي بطريق أخوك بتضل بمكانك وما رح تتقدم أبدا. وأنا هذا اللي كنت عمقوله. لهالسبب أنا تركت البيت. تركت البيت. طيب وين عم تنام؟ ببيت واحد صديقي. برافو عليك، حلال عليك، انت ما لازم تخليهم يزلوك. طلع، انا طلعت من الصفر للقمة. كيف طلعت؟ لو اني سويت اللي قال لي عليه ابي لكنت لساتني هلا عند الرجلين عم صلح صرامي، بس انا ما رضيت ابدا اني ضلت تحت، وانت شايف النتيجة. طيب كيف صرت غني هيك؟ انت بتحب تتعلم؟ بدك توصل للقمة؟ والله ممكن. ما في شيء اسمه ممكن، لازم تكون متأكد. يعني بتقول ايه؟ بتقول انا رح اوصل للقمة، بتحط هدفك وبتمشي لتوصل له. انا رح اوصل للقمة. ايه، تعال خلينا نتمشى شوي. كان عمري 17 سنة لما اجيت على اسطنبول، حاطت اغراضي بكيس نايلون. تخيل ما كان معي حتى شنطاية سفر، كنت فقير كتير، ما كان عندي ولا أي مكان نام فيه، فنمت بالحديقة فترة، دورت على شغل وما لقيت. وبعدين صرت اشتغل عند بياع معدات. أنا كتير تعبت بالشغل وكبرت بعيون معلمي، الغرض اللي حقه ليرتين بيعه بخمس ليرات. يعني كنت عم تحتال على الناس؟ لا شو هالحكي هاد، أي احتيال، هي اسمها تجارة، ومثل ما بيقولوا التجارة بدها شطارة لنربح. وبعدين اللي بده يشتري بسعر أرخص يروح يدور على الأرخص، مو هيك؟
اشتغلت كتير وربحت كتير، بس كنت أصرف قليل. وبعد فترة اشتريت المحل اللي كنت اشتغل فيه، بس ما تدللت، ضليت عم بتعب وجمع مصاري وآكل بس خبز ومي. بعدين شفت بناية كانت واقفة بنصها، قلت لحالي يا عاكف انت اشتريها وبنيها. اشتريتها، كسيتها وبعتها واشتريت غيرها، وهيك لحتى فتت بتجارة العقارات. وبعدين بالصدفة تعرفت على المرحوم اللورد كينان، وانت بتعرف الباقي اساسا. ايه، وانا كمان حابب بلش من شي مكان، بس بالاول لازمني شغل. تعال اشتغل عندي يا عمر. بالله جد؟ طبعا. عن جد رح تقدم لي هالمعروف؟ شو في مزح بيناتنا؟ انا بعرف الشخص من عيونه يا ابني، وانا عم شوف ضو كبير فيك. رح يجي يوم وتكون رجال كبير. بعد ما تطلع من المدرسة بتجي على الشركة، يعني بتصير مساعدي، تتدرب عندي. موافق عاكف بيك. تمام، بس اصحك تهمل دروسك، ما انك سمعان الجرس. يلا على صفك. يلا، شكرا لك. يلا، الله ينور لك طريقك. شوفي هي الصورة بتضحك كتير. بعتن قدير، قال خليهم معك. ما في داعي آسيا. كيف يعني ما في داعي؟ انت ما معك مصاري عمر. هلأ صار عندي شغل، انا توظفت بشركة أتمان. عاكف بيك قال لي اني رح كون ناجح ووظفني عنده، رح اشتغل بعد المدرسة. خلي المصاري معي. مرحبا يا شباب. أهلين أنسي. عدوا لو سمحتوا وافتحوا الكتب. يعطيك العافية. الله يعافيكي. أهلين وسهلا. أهلين فيك. ممكن تحسب لي هدول؟ طيب. ورح أخذ مي كمان. طيب، لازمك شي تاني؟ ايه، بدي خبز كمان. تمام، يلا فورا. هي رح تكون مني لأمل. لا، ما بقبل بهالشي. رجاء أنا بدفع حقها. ممكن تحسبهم كلهم؟ ماشي، كلياتهم 65. حسبت البسكوتة معن مو هيك؟ ايه حسبتها آسيا، لا تزعلي. آسيا، صاروا تقال أنا رح روح معك. لا، البيت قريب. استني، يلا أعطيني. لا، ما في داعي، بقدر أحمله. لا، ما بيصير. خد بس المي. تمام، امشي. ايه، كيف المدرسة؟ منيحة. تعرفي وأنا رح كمل بالجامعة. بالله جد؟ نجحت بالامتحان وقبلوني بالجامعة. أنا خريج معهد الكتروني، وهلأ بدي كمل بالجامعة. طبعا
طبعا تعليم مفتوح، وكمان أنا خدمت عسكرية. بالله حلو كتير. بعد ما أتخرج بلاقي شغل ممتاز. أساساً مو معقول ضل عم بشتغل ببقالية أبي. أي معك حق. الإنسان شو بده غير هيك بالحياة؟ يكون عنده شغل حلو وبيت حلو. وإذا تزوجت يلي بحبها بتكمل سعادتي. أعطيني الأغراض، ما تواخذني سليم، أنا كتير تعبتك معي. العفو واجبي. إن شاء الله تحقق يلي بدك إياه. إن شاء الله آسيا، بتمنى. Birer birer kayıp giderdi her bir sevilen. Yenisi gelmez eline geçmese de ki değeri hiç bilinmeyen. Yürekte varsa sevgiden de ötesi. Sen ağlasan da boş, ışıkta yaksan nafile. Odan karanlık hep loş, hayatın emri hep koş. Bayağı bir bekledim boş. Yaşantım sanki bir savaş ve hoş da bazen. Ateş kesildiğinde ve de sular durulduğunda. Yoksa hep gülerdi insan, hep kalırdı masum. Saygıda bir kusur ettiğinde minnetinde değeri yok. Kafalarda hesaplar yapılır ve mesafeler konur. Fakat bu kalp unutmaz, unutamaz ki zaten. Her kalp yıkılır ancak yenisi bulunamaz bir mesken. Her anın birini özler. Rüyada yolunu gözlediğim düşünceler ve benliğimle canlanır tüm hatıralarım. Bitince yalnızım, gözümü açtığımda kalmışım yanımda ailem ve bir de arkadaşlarım. Gelsin hayat bildiği gibi gelsin. İşimiz bu yaşamak. Oh.